أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جولة جديدة من جولاتنا اليومية في حديث الصحافة. البداية اليوم مع صحيفة القدس العربية، والتي نشرت مقالا لإلياس خوري تحت عنوان ليل السجينات السوريات. قال فيه: احتفلت الضاحية والإعلام اللبناني معها بخروج المخطوفين اللبنانيين 9 إلى الحرية، وذلك بعد معاناة طويلة مع الاحتجاز في بلدة عزاز السورية. ارتفعت أعلام حزب الله وحركة أمل إلى جانب علم النظام السوري في بئر العبد حيث جرى الاحتفال. لم يتساءل أحد عن سبب غياب العلم اللبناني عن المكان، فلقد اعتدنا هذا الغياب منذ زمان. اللافت كان غياب أي معلومة عن الصفقة السياسية التي أدت إلى إطلاق سراح المخطوفين. المعلومات التي تسربت تقول ولا تقول: هل أطلق سراح السجينات السوريات وأخرجن من بلادهن إلى الحدود التركية أم ماذا؟ لا أحد يدري، في غياب شبه كامل للإعلام أو لأي مظاهر احتفالية على عكس ما جرى في بيروت. 128 امرأة بلا تهمة وضعنا في سجون النظام، من ضمن تصوره الوحشي بأن حل الأزمة السورية يكون بتشريد الناس وتدمير بيوتهم وقتلهم واعتقالهم. ويضيف الكاتب: لا نستطيع لوم النظام الاستبدادي في سوريا على هذا الصمت الذي أحاط بالسجينات، كما لا نستطيع لوم حليفه الإيراني أو حزب الله على هذا، فحزب الله نجح في إطلاق مخطوفيه، والنظام السوري أدى بذلك خدمة لظهيره العسكري اللبناني بثمن بخس. فالسجون السورية لا تزال مليئة، كما أن النظام يستطيع اعتقال من يشاء، وهناك ملايين النساء في سوريا يستطيع أن يغرف منهن بدائل ساعة يشاء. ويضيف الكاتب: اللوم يجب أن يتوجه إلى المعارضة السورية أولاً. لم يعد السكوت ممكنا على هذا الاستخفاف بالسياسة. خطف اللبنانيين واعتقالهم في عزاز كان مسخرة، والمقايضات التي جرت خلف الكواليس كانت بهدلة على حد وصف الكاتب. واليوم لا أحد في هذه المعارضة الكريمة يتصدى لكشف الصفقة ويتحدث عن السجينات ويدين هذا التلاعب بالمصير السوري. السجينات السوريات اللواتي عانين القهر والمذلة والتعذيب هن وجه سوريا الحقيقي اليوم. سوريا محجوبة مثلهن ومهانة معهن ومنفية إلى جانبهن. ليس صحيحا أن الثورات لا تهزم، يقول الكاتب، بل الصحيح أنها معرضة للهزيمة وعلى يد أبنائها أنفسهم. وختم الكاتب بالقول: سجينات يخرجن من السجن إلى السجن كي يكن شهيدات على هذا الزمن الذي يقوم بتحويل ليل الاستبداد السوري إلى ليل من الدم والغربة. لهن تليق التحية وبهن يبدأ الكلام. بالانتقال إلى صحيفة العرب، والتي نشرت مقالا أيضا للكاتب غازي دحمان وتحت عنوان غيبة سوريا في نفق العلاقات الدولية، قال فيه: يسود صمت مطبق حول طبيعة الترتيبات الجارية بشأن المسألة السورية. ثمة دائرة باتت مغلقة تلف الحديث وتخفيه. واشنطن وموسكو أخذتا الأزمة وخبأتاها في لفيف علاقاتهما الشائكة، لدرجة قد يسأل معها أي مراقب: أين الملف السوري الذي لم تعد له ملامح في الحقل الدبلوماسي العالمي؟ ثمة من يعتقد أن المسألة ربما تكون محاولة لعزل الملف عن التأثيرات الأخرى الإقليمية والدولية، وذلك بقصد التوصل إلى مقاربة مهمة يستطيع الطرفان إنجاز تصوراتهما على الأرض السورية. حسناً، الموضوع له تشعبات عديدة أعقد من أن يتم حصرها ضمن أطراف معينة. لا يمكن لروسيا ولا أمريكا أن يتوصل إلى حل بدون مساعدة الأطراف الإقليمية. لا يمكن حصر القضية بالجانب الأمني
على ما تحاول الدبلوماسية الروسية تصويره ومحاولة اختزاله في محاربة الإرهاب وإنهاء القضية على هذه الشاكلة. تجربة أفغانستان لا زالت ماثلة على فشل المقاربات الأمنية، بمعنى أنه لن تستطيع روسيا وأمريكا حل هذا الموضوع على هذا الأساس. ويضيف الكاتب: لماذا تخبئ واشنطن وموسكو الملف السوري؟ وما هي ترتيباتهما بشأنه؟ الواضح حتى هذه اللحظة أن الطرفين يجريان عملية تدوير لمختلف الزوايا الحادة في الأزمة قصد الوصول إلى تصور معين للانطلاق نحو الحل الذي يرتئيانه، بمعنى أنهما لا زالا في مرحلة بناء التصور، وثمة تسريبات تفيد بوجود ورشة أمريكية روسية تعمل على صياغة هذا التصور. ويعمل الطرفان على استراتيجية خفض سقف توقعات أطراف الأزمة من الحل، كما يعتمدون تكتيك طرح حزمة واسعة من الخيارات السيئة أولاً، وذلك بهدف سبر أغوار أطراف الأزمة ومعرفة ردود أفعالها تجاه تلك الخيارات، وثانياً قصد معرفة أي الخيارات يمتلك حظوظاً أقوى في التطبيق العملي، ومن جهة ثالثة محاولة دفع الأطراف إلى تكييف اشتراطاتها في إطار معين لا تتجاوزه. وختم الكاتب بالقول: الصمت الأمريكي الروسي يخفي خطراً يتوجب الانتباه إليه. ثمة محاولة لإعادة صياغة القضية السورية وطرحها من جديد. هذه الصياغة لا تبدو مناسبة لطموحات السوريين وتوقعاتهم، والخوف أن يتم العبث بتشكيلات الثورة السورية لكي تتوافق مع هذه الصياغة. أعزائي المشاهدين، تحت عنوان الأسد لا يرى فرصا لنجاح جنيف 2، قال موقع الجزيرة نت: قلل الرئيس السوري بشار الأسد من إمكانية انعقاد مؤتمر جنيف 2، معتبرا أن شروط نجاحه غير متوافرة راهنا، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه لا حل للأزمة السورية بترشح الأسد مرة أخرى للرئاسة. ففي مقابلة مع تلفزيون الميادين والذي يتخذ من بيروت مقرا له، رد الرئيس السوري عما إذا كان مؤتمر جنيف 2 سينعقد. قال الرئيس السوري في رده على هذا السؤال: لا يوجد موعد ولا توجد عوامل تساعد على انعقاده الآن إذا أردنا أن ينجح. وأضاف: ما هي القوى المشاركة فيه؟ ما هي علاقة هذه القوى بالشعب السوري؟ هل هي قوى ممثلة للشعب السوري أم قوى ممثلة للدول التي صنعتها؟ غير أن الأسد أكد مشاركة نظامه في المؤتمر الذي كان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد أعلن أنه سينعقد يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أن المشاركة ليس فيها مشكلة وليس فيها محاذير وليس لها شروط. من جهة ثانية، هاجم الرئيس السوري وبشدة عددا من الدول التي اتهمها بالتورط في دعم الإرهاب بسوريا، وذكر على وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، فضلا عن الإخوان المسلمين والذين وصفهم بأنهم مجموعة إرهابية تعتمد على النفاق وليس على الدين، وهم يسيرون من إرهاب إلى إرهاب أشد على حد وصفه. كما قال ردا على سؤال عن الموقف السعودي من الوضع السوري: هل هناك من يجرؤ على وصفها بأنها دولة مستقلة بشكل موضوعي؟ السعودية هي دولة تنفذ سياسات الولايات المتحدة بكل أمانة، يقول الرئيس السوري. وقال إن السعودية تقوم بشكل علني بدعم المجموعات الإرهابية في سوريا وإمدادها بالمال والسلاح، مضيفا بأن الرياض هي التي تحاربه اليوم في سوريا. كما جدد الأسد بوضوح أكثر من السابق موقفه من الترشح للانتخابات المقبلة، قاطعا بذلك الطريق أمام كل الدعوات الموجهة إليه كي يتنحى. قال الأسد إن هذا الموضوع يستند إلى نقطتين: الأولى هي الرغبة الشخصية، والثانية هي الرغبة الشعبية.
بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة بي شخصيا، لا أرى أي مانع من الترشح للانتخابات المقبلة، وتزامن موقف الأسد مع تصريح لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري من باريس، اعتبر فيه أن الحرب في سوريا لن تنتهي إذا بقي الأسد في منصبه. صحيفة الراية نشرت مقالا تحت عنوان: الاتحاد الأوروبي يطالب المعارضة السورية بحضور جنيف 2. قالت فيه: حث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين في لوكسمبورغ المعارضة السورية على المشاركة بشكل موحد وفاعل في مؤتمر السلام جنيف 2 والمقرر في نوفمبر. وأعلن الوزراء المجتمعون في لوكسمبورغ بأن الاتحاد الأوروبي يدعو المعارضة إلى القدوم متحدة لتشارك بفعالية في المؤتمر. وأضاف الوزراء في بيان صدر في ختام أعمالهم بأن الاتحاد يشجع الائتلاف الوطني على لعب دور أساسي في المفاوضات. ويضاف هذا الموقف إلى دعوات دول كبرى أخرى أعربت عن قلقها من انقسامات المعارضة السورية. وبشأن الوضع الإنساني المتفاقم في سوريا والبلدان المجاورة، قرر الوزراء الأوروبيون تحسين التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واتخاذ مقاربة أكثر انسجاما وتكاملا، وأكدوا أن المفوضة الأوروبية ستتخذ إجراءات في هذا الصدد. من جانب آخر، دعا الوزراء كل أطراف النزاع إلى الموافقة على وقف إطلاق النار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وفي سياق متصل، تكثفت الاتصالات الدبلوماسية بين الدول العربية والغربية الأعضاء في مجموعة أصدقاء سوريا في لندن وباريس، وذلك سعيا لإعداد أرضية متينة لمؤتمر جنيف 2 حول سوريا المحدد في 23 نوفمبر، ولتصعيد الضغوط على المعارضة السورية المترددة حول حضور المؤتمر. والتقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في باريس ممثلين عن جامعة الدول العربية تمهيدا لاجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في لندن والذي ستشارك فيه المعارضة السورية. وتحدث عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سمير نشار ردا على سؤال عن ضغط دولي كبير على المجلس الوطني السوري، أحد أبرز مكونات الائتلاف، لتغيير موقفه من مؤتمر جنيف، وذلك بعد أن أعلن أنه لن يشارك في أي مفاوضات ما لم تتضمن الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وقال نشار: من غير المنطقي أن تجتمع الهيئة السياسية في غياب رئيسها. وكان الجربة قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في سبتمبر استعداد الائتلاف للمشاركة في مؤتمر جنيف 2، إلا أنه أوضح لاحقا أن هذه المشاركة مشروطة بحصول الائتلاف على ضمانات ورعاية عربية وإسلامية، مشددا على رفض مشاركة إيران في عملية التفاوض. أعزائي المشاهدين، كتب طارق حميد مقالا في صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان: هل تم تجاوز الأزمة؟ قال فيه: تحت هذا العنوان تساءلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحيتها حول ما إذا كان البعض في أمريكا وتحديدا الرئيس يعتقد أنه قد تم تجنب الأزمة في سوريا، خصوصا مع تعاون بشار الأسد مع الفريق الدولي المعني بتدمير ترسانته الكيماوية. وبالطبع خلصت الصحيفة إلى أن من يعتقد بتجنب أزمة سوريا مخطئ. ولم تقف افتتاحية الصحيفة عند هذا الحد، بل إن صحيفة واشنطن بوست ختمت افتتاحيتها بالقول إن الصورة قاتمة ومخزية بالنسبة لموقف الولايات المتحدة مما يحدث في سوريا، وخصوصا أن الأسد يعتقد أن بمقدوره البقاء في الحكم، ورغم كل الحديث عن مؤتمر جنيف 2 لكن الأسد يرف أنه فقط لإرضاء الروس، وأن واشنطن وموسكو لا يمكن أن تخرج بنتيجة من ذلك المؤتمر، لأن المعارضة منقسمة. ومن هنا فإن الصحيفة تقول إنه من الخطأ أن يعتقد الأمريكيون وتحديدا أوباما أنه قد تم تجنب الأزمة السورية فقط لأن الأسد تعاون في عملية تدمير أسلحته الكيماوية.
وتقول الصحيفة: اليوم الأوضاع في سوريا أسوأ إنسانياً وأمنياً وبالطبع سياسياً، وكل ذلك ليس بسبب الثوار أو المعارضة، بل بسبب التخاذل الدولي الذي لم يتنبه إلى أنه قد منح الإرهاب والقاعدة فرصة مرعبة لإعادة التجمع وإيجاد المحفز لاستقطاب مقاتلين ومتعاطفين جدد على حد وصف الصحيفة، وذلك نتيجة جرائم نظام الأسد الفظيعة بدعم إيراني ومشاركة معلنة من حزب الله في قتال السوريين، حيث تحولت سوريا إلى ساحة حرب طائفية، وهو ما يريده الأسد تماماً ليقول للغرب إنه يحارب الإرهاب. وللأسف فإن هذه الحيلة الإجرامية انطلت على البعض في الغرب وتحديداً في واشنطن كما تقول الصحيفة. ومن شأن هذا كله تضيف الصحيفة ومن شأن هذا كله أن ينعكس على المنطقة ككل وليس سوريا فحسب. المؤكد الآن أن حجم جرائم نظام الأسد قد فاق كل ما سبق، وخصوصا أن الأسد اعتقد أن مجرد تدمير أسلحته الكيماوية قد منح نظامه حياة جديدة، ورأى أن المجتمع الدولي لا يكترث لقتل النساء والأطفال وتدمير البلاد بأي سلاح ما دام أنه ليس الكيماوي. الأسد اقتنع بأن الغرب وتحديدا أمريكا يرون أن التفاوض مع إيران أهم من التدخل في سوريا، وأن نجاح المفاوضات مع طهران قد يسهل الأمور في سوريا، وهذا خطأ فادح تقول الصحيفة. حيث بات الغرب وتحديدا أمريكا يتصرفون في سوريا وفق أجندة روسيا وإيران وليس حرصا على وحدة سوريا، وقبل كل شيء وقف آلة قتل مجرمي دمشق بشار الأسد، وهو ما من شأنه رفع منسوب التطرف وتقوية القاعدة ليس في سوريا وحدها بل وفي كل مكان تقول الصحيفة. وهذا كله يؤكد أنه لم يتم تجنب الأزمة السورية، تختم الصحيفة بالقول، بل إنها في تفاقم ومخاطرها في ازدياد، وأنه لا حل ما لم يتم إسقاط بشار الأسد، وليس الاكتفاء بالمطالبة برحيله فهو مجرم حرب ويستحق أن يجلب للمحكمة الدولية وليس الجلوس في مؤتمر دولي سواء في جنيف أو في غيرها. موقع أخبار العالم، ونقلا عن وكالة جيهان التركية للأنباء، نشر خبرا عن إلغاء صفقة طائرة أمريكية إلى تركيا، فكتب: التعاون مع المخابرات الإيرانية يثني واشنطن عن بيع طائرات بريداتور إلى أنقرة. ظهر أن سبب تراجع الإدارة الأمريكية عن بيع 10 طائرات بدون طيار إلى تركيا يرجع إلى المزاعم الواردة حول تسريب المخابرات التركية إلى السلطات الإيرانية معلومات هامة عن هوية عملاء إيرانيين يعملون لصالح جهاز موساد الإسرائيلي، وأيضا إلى اختيار تركيا إحدى الشركات الصينية لشراء منظومة دفاع صواريخ بعيدة المدى. ووفقا للخبر الذي نشرته جريدة الطرف التركية، فإن جهاز المخابرات التركي قد جمد علاقاته مع موساد عقب حادثة مافي مرمرة عام 2010، وبعدها بنحو عام واحد تقول الصحيفة بدأ يتعاون مع المخابرات الإيرانية. وفي ذلك الإطار قدم إلى الأخير معلومات عديدة متعلقة بالموساد وفقا لزعم الصحيفة، الأمر الذي أثار غضب كل من تل أبيب وواشنطن ودفع بالإدارة الأمريكية التراجع عن بيع طائرات بريداتور إلى تركيا. وادعت الجريدة بأن المخابرات التركية قد تبادلت العديد من المعلومات الخاصة بقضايا الشرق الأوسط وقضايا أخرى مع نظيرتها الإيرانية عقب إقلاعها عن التعاون مع جهاز الموساد، وذلك بعد اقتحام القوات الإسرائيلية سفينة مافي مرمرة ضمن أسطول الحرية الذي كان يعزم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وبعد أن نشبت الأزمة السورية تقول الصحيفة اتخذت كل من المخابرات الروسية كي جي بي والإيرانية والسورية موقفا موحدا تجاه الأزمة، بينما اضطرت المخابرات التركية لاتخاذ موقفها في صف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
CIA والإسرائيلية الموساد. الأمر الذي أثار هذه المرة الغضب الإيراني ودفع طهران إلى تسريب معلومات إلى موساد حول كشفها عن هوية 10 من جواسيسه من المواطنين الإيرانيين، وذلك بفضل المعلومات الاستخباراتية التي قدمها إليها الجانب التركي، وهو الأمر الذي أوقع أنقرة في وضع حرج لدى الدول الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وتابعت الجريدة بأن المزاعم الواردة في بعض وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية حول تسريب المخابرات التركية المعلومات الخاصة بهوية عملاء موساد الإيرانيين إلى نظيرتها الإيرانية لا تعكس الحقيقة كاملة، وإنما تم الكشف عن أسمائهم جراء عوامل أخرى لم تتطرق إليها الجريدة. وأشارت الجريدة إلى أن سبب نشر الصحف الأمريكية والإسرائيلية الأنباء المتعلقة برئيس المخابرات التركية هاكان فيدان في هذا التوقيت بالذات يعود إلى إعلان أنقرة مؤخرا عن تفضيلها شركة صينية بدلا من الشركات الأمريكية، وذلك لشراء منظومة دفاع صاروخية بعيدة المدى، وذلك لأن كلا من تل أبيب وواشنطن تزعمان بأن قرار الحكومة التركية بخصوص هذه المنظومة يستند إلى التقارير التي يعدها جهاز المخابرات التركي الذي يرأسه هاكان فيدان. كما نقلت الجريدة عن بيروقراطي تركي رفيع المستوى دون ذكر اسمه قوله إن المخابرات التركية كانت في القديم بمثابة لاعب احتياطي تجاه مجريات الأحداث في المنطقة، أما اليوم فأصبحت من اللاعبين الأساسيين، وتكهن بإمكانية استمرار الدعاية السوداء ضد المخابرات ورئيسها هاكان فيدان في الأيام القليلة القادمة. أعزائي المشاهدين، ونختتم جولتنا في حديث الصحافة اليوم مع مقال لفيصل قاسم نشرته صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان لن تنتصر ثورتنا قبل أن نثور على أنفسنا. قال فيه: لو دققنا في طبيعة المعارضين الذين استلموا السلطة أو الذين يصارعون بعض الأنظمة لاستلام السلطة أثناء الثورات وبعدها، لوجدنا أنهم في بعض الأحيان صورة طبق الأصل من الطواغيت الساقطين والمتساقطين. ويقول فيصل قاسم: ولا عجب، فالمعارضات العربية مصابة بنفس أعراض الأنظمة الحاكمة، وقد لاحظنا في الماضي أن بعض أحزاب المعارضة في بعض الدول العربية كانت وما زالت حكرا على بعض العائلات والأشخاص وذريتهم. ففي سوريا مثلا تصوروا أن الحزب الشيوعي كان وما زال ملكا عائليا يتناوب عليه أبناء وأقرباء عائلة معينة. لا فرق أبدا بين النظام ومعارضيه، بعبارة أخرى ما حدا أحسن من حدا. فكما أن الرئيس السوري ورث الحكم لابنه، فلا بأس أن يورث أصحاب الأحزاب المعارضة الحزب لأبنائهم وذريتهم. وقديما قال المفكر عبد الله القصيمي عام 1963: لكل مستبد معارضة مستبدة تحمل صفات الطاغية إذا وصلت إلى الحكم. بعبارة أخرى، فإن معارضي الطواغيت يحملون الكثير من صفات الطاغوت، لهذا يتصرفون بطريقة طاغوتية عندما يصلون إلى السلطة. وما ينطبق على المعارضين ينسحب أيضا على عامة الناس الذين تربوا على كل مكونات الطغيان، خاصة إذا عاشوا تحت حكم طاغية لعقود وعقود. ويضيف الكاتب: ومن أبرز مظاهر هذا المرض الطاغوتي الذي ابتلي به العرب أن الثوار يتصارعون فيما بينهم بعد النصر، فيحولون البلاد إلى خراب ودمار، وقد شاهدنا ذلك في معظم الدول التي تخلصت من طواغيتها. ويضيف الكاتب: باختصار، فإن الثورة على الطغاة قد تنتصر بسرعة، لكنها لا شك أنها ستستغرق وقتا طويلا كي تنتصر على ما زرعه الطغاة داخلنا.
لهذا تعاني ثوراتنا الآن مما خلفه الطغاة وراءهم من طبائع طاغوتية. لن ننتقل إلى عهود جديدة بعد الثورات، يقول الكاتب، بمجرد أننا تخلصنا من الطغاة. لا أبدا، فلا بد أن ننتظر ولادة أنظمة ومعارضات جديدة لم تتلوث بأمراض الأنظمة القديمة، بحيث تكون نظيفة تماما من الإرث الطاغوتي الذي تربت عليه أجيال وأجيال. وختم القاسم بالقول: لقد صدق أحدهم عندما قال: العمل الصعب هو تغيير الشعوب، أما تغيير الحكومات فإنه يقع تلقائيا عندما تريد الشعوب ذلك. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم في حديث الصحافة. إلى جولات أخرى أنا أودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.